بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. لنقرأ الفاتحة جلوسا أو وقوفا على أرواح شهداء فلسطين والأمة العربية والإسلامية والشهداء الفلسطين. وبمناسبة المولد النبوي الشريف كل عام وقائد الوطن والوطن بألف خير. أما الآن فإننا في حضرة الشعر وفي أمسية أعد لها منتدى البيت العربي الثقافي باهتمام بالغ في تعاون اعتدنا عليه مع دائرة المكتبة الوطنية. فشكرا لمنتدى البيت العربي الثقافي ممثلا برئيسه المهندس صالح الجعافر وأمينة السر الأديبة ميرنا حتقة وللهيئتين الإدارية والعامة في هذا المنتدى الذي تميز بعطائه ورسالته. تحية للمنتدى البيت. وكل الشكر لمدير عام دائرة المكتبة الوطنية الأستاذ الدكتور نضال العياصر ولكل العاملين في هذا الصرح الحضاري الثقافي الشامخ. تحية للمكتبة الوطنية. وشكر خاص لرعاية هذه الأمسية سعادة المهندس القدر النابلسي عضو مجلس أمانة عمان الكبرى وهي صاحبة العطاء والخلق الرفيع والتواضع الجل والابتسامة الحاضرة. فأهلا بك سيدتي وشكرا لرعايتك. والشكر موصول لكم جميعا فردا فردا كل باسمه وصفته ولقبه الذي يحب. وأخص بالذكر رئيس اتحاد الكتاب والأدباء والجنون الأستاذ عليان العدوان، أستاذة هيان ضمرة رئيسة منطقة سناء الثقافة، وأيضا أستاذة مريم الصيفي رئيسة صالون الصيفي، وكل رؤساء المنتديات طبعا وإدارة الشعب ممثلة بنائب رئيس أستاذ علي غبن دكتور علي غبن، ولكم جميعا حتى ما أنسى أحد أهلا بكم جميعا. أما بعد فإن لجنة الشعر التي تنسق الفعاليات الشعرية في منتدى البيت العربي الثقافي حرصت على دعم الشعراء الشباب ليتبوأ الجيل القادم مقعده في منصات الإبداع. وتقدم اللجنة اليوم نخبة من شعرائنا الشباب الذين تجاوزوا مرحلة المحاولات وبلغوا مرحلة من التمكن وضعتهم على طريق الشعر دون تعرجات ولا منحنيات. فطريقهم سالك بانسياب إن واصل المسير في ذات العطاء وهم على ما أظن كذلك. معنا اليوم الشعراء محمود أبو عاشور، قاسم النبراوي، وغير عضيبات، قاسم الضراغمة، حملة كنعان، وعالم السيكين. وقبل أن أحلق في فضائل قصائدهم اسمحوا لي أن أدعو الشاعر الأستاذ شفيق العطاوي رئيس لجنة الشعر في منتدى البيت العربي الثقافي ليلقي كلمة. شكرا أستاذ محمود على يعني هذا التقديم الذي اعتدنا عليه، تقديم راقي لهذه الفعاليات والأمسيات، والشكر أجزله لكل الحضور الكرام ولشعرائنا مستقبل أمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق
والمرسلين، الحضور الكريم، راعي هذه الفعالية المهندسة قمر النابلسي، رئيس منتدى البيت العربي الثقافي المهندس صالح الجعافري، ومدير عام المكتبة الوطنية الأستاذ الدكتور نضال العياصرة، وكل الحضور الكريم الذي سبقني بالتأكيد بهم أخي محمود، فلن يعني فلكم كل الاحترام والشكر. لقد دأب منتدى البيت العربي ممثلا بهيئتيه العامة والإدارية على إقامة فعاليات نوعية في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد وفي أماكن ثقافية شتى تعنى بأصناف الأدب ولا سيما الشعر الذي هو رائدنا اليوم مع هذه الفلة من الشباب المبدعين الذين نرى فيهم مستقبل الشعر الحقيقي الذي لا نراء فيه مهما خاض الخائضون المتفقهون المدعون. برنامج بيتكم العربي حافل بما يسر الحركة الأدبية والشعرية داخل عمان وخارجها، وفي جعبتنا الكثير بدعمكم وثقتكم بنا. يعني على سبيل المثال بعد إن شاء الله معرض عمان الكتاب سوف يقام مهرجان الشعر الفصيح الثاني لشعراء منتدى البيت العربي، وسوف تكون هناك فعاليات متعددة. أهلا بكم وبكل هذا الحضور الوافي الجميل، وأشكر ثقة بيتي البيت العربي رئيساً للجنة الشعر، وشكره موصول للمكتبة الوطنية ذاكرة الوطن ولعميلها الأستاذ الدكتور نضال العياصرة وكل العاملين بها، وشكر خاص أيضاً لأيقونة البيت العربي كما نطلق عليها الذي بمرنا حتقوى، وعلى كل ما تبذله في خدمة المشهد الثقافي والأدبي، وشكرا لكم وأهلا وسهلا بكم. نفتتح هذه الفعالية. أعطيك العافية أستاذ شفيق. شكرا أستاذ شفيق العطام، وحتى لا أنسى تحية خاصة أيضا للدكتور مهد العالمي رئيس أو مدير صالون مهد العالمي، وأيضا تحية للدكتور عمان السعودي شعارنا الراقي الكبير، وتحية للأستاذ تحية لكم جميعا فرحين قلنا وكذلك. والآن اسمحوا لي أن أدعو رعاية أمسيتنا سعادة المهندسة قمر النابلسي لإلقاء كلمتها. تفضل سيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم. يعني ما رح أرجع أعيد الأسماء، بس يعني يشهد الله أن كل واحد فيكم أو وحدة فيه إنه معزة وتقدير عندنا. يعني الله يسعدك. طبعا كما ذكروا كلهم، لا يمكن أن تبدأ أي فعالية أو أي مناسبة حاليا نجتمع فيها إلا وتكون غزة حاضرة. نترحم على الشهداء وندعو بالشفاء لكل مصاب، والصبر والثواب لكل من فقد عزيز، ونقف وراء قيادتنا بالمطالبة بالوقف الفوري لحرب التطهير العرقي والإبادة في غزة. الله يفرجها على أهلنا وأشقائنا بالقريب العاجل إن شاء الله. طبعاً برضو بدي أكرر الشكر الجزيل لهذا الصرح الكبير الوطني الكبير اللي هو ممثل بالمكتب الوطني، ممثل بمديره الدكتور نضال العياصرة، كل الكادر النشيط صراحةً، واللي فاتحين دائما ابوابهم لكل الفعاليات والنشاطات ولكل مبدع وفنان اردني. وطبعا ما ننسى ان نشكر منتدى البيت العربي الممثل برئيسه الاستاذ صالح الجعافره والهيئه الاداريه والعامه اللي هم دائما يحرصوا على تنظيم هكذا فعاليات. وايضا سعيده جدا اليوم بوجودي بهذه الامسيه. ليش؟ لانه فرسان امسيتنا هم من الشعراء الشباب. وعندما نقول شباب بضحك عن الشباب، وعندما نقول شباب نعني المستقبل ونعني الركيزة الأساسية في بنية المجتمع وفي عملية الإصلاح والتنمية الشاملة والمشاركة في صنع القرار، يعني الطاقات، يعني الإنجاز، يعني الإبداع. شعراء أمسيتنا شعراء شباب موهوبين، طبعا هذا بشهادة
الكثير من الشعراء والنقاد كما قال الأستاذ محمود يعني. وواجبنا تجاههم جميعا أن ندعمهم وأن نأخذ بيدهم ونعطيهم فرصة أكبر لعرض إبداعاتهم ونتاجاتهم في المناسبات والمهرجانات والاحتفالات المختلفة. ولهذا كانت اليوم هذه الجلسية. إحنا في منتدى البيت العربي في الواقع من أهم أهدافنا اللي هي رعاية المواهب الشابة. لذلك تم تنظيم العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة بهذا الخصوص في دعم الشباب ورعايتهم. لذلك كل أمنيات التوفيق لشعراء أمسياتنا الشباب، وإن شاء الله نراهم في مشاركات على مستوى الوطن الحبيب وعلى مستوى الوطن العربي إن شاء الله. وما بنسى أني أشكر الزميل الأستاذ محمود الداوود، لأنه دائما زي ما حكى شفيق إنه عنده أسلوب خاص في إدارة الأمسيات، وطبعا الأكيد إنه راح يستمتع. زائف ولا راح يستمتع أكيد بهذه الأمسيات بهذه الوجوه الشابة واللي الكل مجمع على أنها مواهب وفي الطريق الصحيح. والسلام عليكم ورحمة الله. ولأنه بيننا وحضر معنا الأستاذ عيان الأدوان رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، أستسمحك بإلقاء كلمة الفصل. تفضل أستاذ عيان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أخيه المسيح ابن مريم، وعلى كافة الأنبياء والمرسلين. هذه الوجوه النيرة والخيرة والهامات والقامات الثقافية السابقة، السلام عليكم ورحمة الله. واسمحوا لي أن أحيي رائعة هذه الاحتفالية الأستاذ عمر مارسي، حياك الله. وكل شكر وتقدير إلى أخي الأستاذ صالح الجعافرة على هذا التكريم الذي أقول في محل المتحدثين. فإذا أتحدث أنا باسمي وباسم الهيئة الإدارية والهيئة العامة للاتحاد والكتاب، لأقول شكرا لكم البيت العربي، أن ما بيننا وبينكم اتفاقية تعاون مشترك منذ 4 سنوات، وهذا الشيء يشرفنا أن نستمر بهذه الاتفاقية ونستمر في العطاء المشترك لخدمة أبناء الوطن وخدمة المثقفين وخاصة الشباب. الله يعطيك العافية شباب، ما شاء الله عليك. فكل التحية للمشاركين وتحية للضيوف الكرام، اللي ضيوف على الاتحاد وضيوف على المنتدى البيت العربي. أقول لكم أهلا وسهلا وسهلا عليه الصلاة والسلام. حياك الله. فكل الترحية الترحاب والتقدير لكم جميعا، وفي ناس زمان ما شفناهم ونقول الحمد لله على السلامة. حياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا استاذ عيان. طبعا على ما يسلم بدي ارحب ايضا بشاعرنا صلاح الرحمن البيعوني، وكما ارحب باعضاء الهيئه الاداريه في اتحاد الكتاب صلاح الرحمن استاذ عيان رباح، وايضا اكرر الترحاب بكم جميعا. والان ادعوكم الى التفرغ من كل شيء، فاتركوا هواتفكم بعيدا عن اناملكم. لأننا سننصت إلى ديوان العرب ودعوها صامتة بلغة راقية وبأساليب متنوعة. سنطوف بين الحب والحرب، بين الفلسفة والإعجاز، بين سيمفونيات الأوزان وميتافيزيقيا المكان والزمان والوجود. سننثر الورد بين الكراسي ونبث الحنين والأشواق مع ذرات الأكسجين، ونستشعر أوجاعنا ونقبض عليها. فبين بلاغة الفكرة وصدق القول حشرجات وأنين وأحاسيس متقلبة. سنمنح لكل شاعر 10 دقائق حتى نبدأ اللحن إن شاء الله، ونبدأ بشاعرنا الأول الذي يقول في قصيدة له: أمام عيون المرهقات أطاير وأهل، فمثلي لن يجوع ولن يعرى،
ولكنني نفسا تسامح حملت حمولا شديدا يتعب القلب والظهر. فيا شعر يا وعد النبوءات دلني على ما يخلي لي مطاولة الشعر. لأني وإن كنت الأخير زمانه يؤرقني إحداث معجزة كبرى. شاعر عميق في شعره، صريح في معناه، لطيف في الأداء، سلس في فحواه، متقن في عرضه، مبهر وفي سرده يكشف رؤاه. إنه محمود أبو عاشور. تفضل. السلام عليكم. مساءكم سعيد. حيا الله بوجه طيبة فردا فردا كل من اسمه وصفته. والشكر موصول لمعهد البيت العربي الثقافي وللمكتبة الوطنية. بداية تحية تحية إجلال واحترام وإفخار في شرفنا هذا تحية إجلال واحترام تحية إجلال واحترام لشهدائنا في غزة وفلسطين وبيت واحد تحية لبطلنا المرحوم ماهر الجازي. أقول له البيت الواحد له في علياه يا ابن الحامي تبارك موطن بيضت من نفس الزكية وجهه. يا سلام. معاش أعد بالله فيك. يا ابن الدم الحامي تبارك موطن بيضت من نفس الزكية وجهه. سأبدأ أخطط مقطوعات قصيرة احتراما لوقت الأمسية ولأصدقائي وزملائي. أقول تعودين تستيقظ اللغيات على شفتي بعد طول سبات. تعودين لي تنطفي شهوتي إلى معزل مقحل كالفلات. وتبصر عيني ما لا يرى ويمتلئ الجو بالمعجزات. وأدرك أني لأول يوم أحس بجدوى ومعنى الحياة. غطائي وحشتي والشوق تختي على قلق كان الريح تحتي. أنا المشاء فوق الماء أمضي وكل بضاعتي في البحر. صوتي وأنت قريبة مني ولكن كحيتان يهود بيوم سبتي. يا سلام. إلى امرأة في حضرة الحب حائرة محاصرة بالشوق لكن مكابرة. تحن إذا جن الظلام وتبتدي صباحاتها بالكلام الليل كافرة. سلام عليها كنت حيران مثلها وكانت شفاهي تتقي البوح خائرة. وكنت إذا ما احتجت قلبا لجانبي وفدت على قلبي أنا لأساهرة. لذلك أدري ما بها من صبابة ومن مأزق الله يعلم آخرة. سلام عليها إنما البعد والنوى مغامرة مجنونة ومقامرة. يكون بها من هذا الماء خاسرا ينام على جمر حنينا لخاسرة. وترجع فينا إن جودة بندبة تلوح بوجه العمر في شكل ذاكرة. أريدك أن تعيديني لنعشي وأن تهدي دجى المنفى لرجشي. بأمرك لن أمر على الحكاية حنين المعطفي والآه فرشي. وحيدا ممسكا كفي وحيدا على درب خلا منا سأمشي.
سنسألني شياطيني وهذا سأومئ ها هنا قد كان عرشي لماذا كان لا أدري كأني أذنت مخالبي أطلقت وحشي. يدي في يديك فسائل يدينا أنا من تلحت إلى كرم مشيدا أنا ما لمحت ظلام حبيبي يحل كضيف ثقيل علينا ولم أدر الحاسدين إذا فرادى رأونا كلينا فقد كنت إذ كنت جنبي وكان صفاء عيونك يحكي بجينا وكان الهواء عليلا منه يداعب في رقة وجنتينا بعقل يصرخ عجل خطاك وقلب يئن قوينا قوينا. لا وقت عندي الآن يا أزمنة للحزن كي يبكيه أغنى العنى لا وقت عندي الآن يا أزمنة للحزن كي يبكيه أو ألعنى لا وقت للمنفى ولا وقت كي يشكو مضاعف للثرى موطنة هذا الأسى اشتدت في داخلي يقسو على خباتي المزمنة مهما استعرت الصبر لا يرعوي مهما اصطنعت العزم لن أذعن والعيش إن العيش صعب لذا نأوي إلى غيبوبة ممكنة. إن رحت يوما ما إلى أجلي بالموت مزهوا كأي بطل والنائحات بكينني جزعا ودمت علي من الرجال مقل والتينة كانت بمرضنا سألت أم حمود الصيد رحل فوصيتي لا تنزعوا فوصيتي في حينها انتظروا لا تنشروا شعري خبأ بل خطوا على قبري ببعض دمي لم يبتعس وقضى شهيد أمل وأختم بي عني علي تباعدا وتمردا جفناك ويحي فاستحلت مشردا وحدي كورد السود في طلب خلا من ساكنيه عليه لم ينظر صدى لا دربة توصلني إلي ولا مدى يقضي إلى ربعي مؤملي من مدى فإلى متى إلى متى فإلى متى فإلى متى أشكوك للزمن الذي مضحت عني بالجراح تأبدا وإلى متى ويداك فلتتا يدي سأمد إلا شيء حولي يدا وبأي وجه قد أقابل عادلا بالأمس حذرني غدا تنسى غدا ولأي شيء فيك بالتحديد قد أصبو وأرتجي الحنين مجددا يا أنت يا خوفي الوحيد وفكرتي الأولى عن السفر الطويل بلا هدى جفناك لولا نشأت عليه ما شوقا لما علمت ما معنى السدى ونواكي نواكي كبرني كثيرا صرت لا اخشى على قلبي العتيق من الردى اشكرك. شكرا استاذ محمود ابو عاشور من ضمن ثلاث فقرات بس شكرا لك. شاعرنا الثاني يقول عند قصائده الشعر أمواج موسيقى تهدهدنا تغازل البحر كي يطوي لنا السفر سيف امرئ القيس إن شرا تأبطه مع فخر عمرو إذا ما جده ذكر الشعر لا يتغنى في يد امرأة إن قبلته بقلب العاشقين سرا. هو شاعر طموح
كخيل جموح باق الحرف لطفا وصار على المعنى فأداه صديقا ليحقق مبتغاه. حسن النظر. شكرا جزيلا استاذ محمود. شكرا جزيلا لمنتدى البيت العربي هذا المكان الذي اعشق، وشكرا جزيلا للمكتبه الوطنيه ولهذا الحضور البهيج. على صوت القبيحه سوف اتي، اضم الخبز احمل امنياتي، واعلن انني جبل عصي خطير السفح من كل الجهات، أخبي الدمع يشغلني حوار، وتروي خيمتي عني ثباتي، أرتق عزتي ما دمت حيا، وأرفض أن تشف عن الفتات، أدس يراعتي في حضن جرح وأبعدها لتكتب عن شتاتي، أصوغ الشاعر كي يروي قصيدي فيشرب من دمي لحن البيات، أناديني أناجيني أحي وأبحث في الركام عن الرفات، أناديني أناجيني أحي وأبحث في الركام عن الحياة. أيا نصفي وقلبي وانتمائي، أيا محبوبتي لبي ندائي، أتسمعني ينادي في ركامي، يجيب الصمت كف عن البكاء، فمن ناديت قد صرعوا المنايا وساروا بالشموخ وبالإباء، ستبصر يا حبيب ضعيف قصف بأن السير يحلو في المساء إلى الفردوس قد سبقت خطاه وساكنها يغني يا هنائي، إذا الصاروخ أنزل منك جسما تطير لتلتقي بالأولياء. الله الله الله. إذا الصاروخ أنزل منك جسما تطير لتلتقي بالأولياء، ويبكي الناس عند الجسم حزنا وإن الروح ترقص للقاء، وكيف أنكس الرايات قل لي، وأنسى أنني أدعى الفداء، أنسى ما أقاسي كل يوم بفعل عدونا والأصدقاء، أنسى أنسى ما أقاسي كل يوم بفعل عدونا والأصدقاء، أنسى دمع أمي حين قالوا شهيد بين أنقاض البناء، أليس فتاك يا أمي جميل، أليس بأشقر مثل الضياء، سأبحث قد أعود وقد أوارى، سأبحث قد أعود وقد أوارى، ولست أهاب مختبئا ندائي، ويسبقني إلى الجنات طرفي فأقفز دونه مثل الظباء، بلا ساق بلا كف كفاني بأني لم أدع يوما فنائي، ويجمع إخوتي أشلاء جسمي بمحض حقيبة أو في إنائي، هنا أشلاؤنا فاحت عديرا وأطبقت السقوف على النساء، تعالي واشربي من دم عيني، تعالي لن أعيش بلا دوائي، تعالي أو خذيني لا تكوني من الصاروخ أقسى يا بلائي، يظن الجند أن نخشى هلاكا ونحن نريد وعد الأنبياء، أنا أتركها لتيه في الصحاري، أنا أهجر جنة نحو الفناء، لأن الدرب يا سيناء ذل، لأن الدرب يا سيناء ذل، فلن نأتي سنمضي للسماء. الله يا سلام، برافو يا حسن. سمو رقي.
والقصيدة التي تتحدث فيها عن الشاب الذي قال فيها الأستاذ محمود أبيات تقول فيها: يا أعذب الناس يا أفلاك يا شعرا يبقى نزار وضم المحدثين فرد. الشعر أمواج الموسيقى تهدهدنا تغازل البحر كي يطوي لنا السفر. در الموازين والتيجان قافية لا ملك إلا بتاج يحمل الدرر. غنى الخليل على نوتات آلتنا يا منكرا سحرها بالله كيف ترى. كحاكم خلع الثوار هيبته وضاع ملك الذي في قصره أسرا. إن المعالي يرى ما ليس تبصره ففي الرسالة مصباح لكل سرى. سيف امرئ القيس إن شرا تأبطه مع فخر عمرو إذا ما جده ذكرا. في الحرب عنترة يستل قافية من لمعة السيف والثغر الذي انتظر. فتلك قافية في الخلد نائمة سيف الحضارة من أنوارها انشطرا. الشعر نايم تغنى في يد امرأة إن قبلته بقلب العاشقين سرا. يا سلام يا سلام يا حسود ما شاء الله عنك عمي حسن. قصيدة بعنوان على درج الذكريات. هجرتك علي أجيد التخلي وبالفعل كان تخليت عني. هجرتك علي أجيد التخلي وبالفعل كان تخليت عني. وعدت إلى حيث كنا سويا ودمعي سريع بطيء التأني. وقلبي كناين وجرحي حروف وصوتي أنين يجيد التغني. وفكري يقلب ألبوم عشق يمزق هجرك يدنيك مني. يصور أحرفنا في جدار لتبقي كوشم بصدر التمني. جلسنا هنا والمساء سعيد ويبكيك مثلي ليل التمني. وعطرك ليس يشابه عطرا فخلي يديك بكفي وغني. وعطرك ليس يشابه عطرا فخلي يديك بكفي وغني. وقلت لماذا أراك لطيفا أأنت محب وتدرين أني. أحقا خدعنا نأى الوصل عنا وما كان نهجك بل كان فني. بأدراج حبي جلست وحيدا هنا كنت قربي كأنك مني. وكنت ملاكا يوزع نورا وكنت فراشا يحب التعني. بقيت كنقش بجدران قلبي وكنت لغيري وخيبت ظني. رويدك يا من تهيم غراما أتت إليك وكفا تحني. وما من سوار لتهدي إليها وأنت وحيد كطفل التبني. فدعها وذر في فؤادك عشقا وصنه وقل إن دعوتك كني. أنا لا أجيد فراقا ولكن إذا ما طلبت يكون التمني. أختم بمقطوع قصير أختم بمقطوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ناسب المولد نبو الشريف العظيم الخير. رتل وهذه المناسبة يحفظها الأستاذ محمود. رتل قصيدك واقفا في ذكر آل المصطفى
واحمل صلاتك سردها نحو الحبيب تلهفا، إن الصلاة بشارة تلقى على قلب صفا. يا عقل قلبي ناسف ذكر الحبيب تصوفا، إن كنتما أسلمتما فتوضأ وقفا قفا. وشكرا جزيلا. شكرا استاذ حسن النبراوي. الشعر الثالث في هذه الأنسية يقول في إحدى قصائده: وأسأل كيف لي شعر كثير وعن أي المرايا قد تأتى، وما أصل القصائد قبل أن تستوي بعظامنا نفرا ونحكى، توحدنا فيشبهنا كلانا وتمضي في مهد الريح شتى. قصائدنا التي حزنت علينا وجدناها تفت القلب فتى، ولو أخيننا بدلا من الحزن ما ضيعنا أختا أختا. شاعر يختال الشعر من بين أحرفه مزهوا بحسن نقاطه، تتراقص الكلمات بهدوء بين أوزانه وتشهد القوافي على فطنته. إنه رضي العدلات. هذا الناس كتبها من إيدها للتجارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عبيد، شكرا للأستاذ محمود أداره الصديق العزيز، وشكرا لمنتدى البيت العربي الثقافي، وشكرا للمهندسة قمر النابلسي على رعايتها هذه الأمسية، وشكرا للحضور الكريم الذي يحملنا دائما، شكرا للأصدقاء الذين يرافقونني هذا المساء، هذه القصائد وطوقها الشاعر ممتازا إلى ابنتي وعبيدة السلام. يا سلام. ما لم يقله مالك أجاز. قطع الطريق إليك، قطع الطريق إليك، لا الأغوار توصلنا ولا البنت الرجال، قطع الطريق إليك، لا الأغوار توصلنا ولا البنت الرجال، ولا التضاريس التي امتلأت خطابات، والنهر المقدس فالمدنس فقطاع الطريق والسماوات الكبار. حجبوك عنا، حاصروك وأرهقوك من الجراح، وغدروك فلا أفضل. قطعوا الطريق عسى تقطع كل أطراف الخيانة من خلال، كلما قلنا سنصدر في البلاد تكاثروا مثل الجراح، وحرروا أن نستفيد مع السماء، وشوقوا أجواءنا واستعملونا كلما أذن السياق. ما لم يقله ماذا العجاز. قطع الطريق إليك، لا الأغوار توصلنا ولا الملح الأجاج، ولا التضاريس التي امتلأت خطابات، ولا النهر المقدس فالمدنس وفق قطاع الطريق، ولا السماوات الضباع. حجبوك عنا، حاصروك وأرهقوك من الجراح، وخدروك فلا أفاق. قطعوا الطريق عسى تقطع كل أطراف الخيانة من خلال، كلما قلنا سنصدر في البلاد تكاثروا مثل الجراد، وحرموا أن نستفيد من السماد، وشوهوا أجواءنا واستعملونا كلما أذن السياق. قطعوا الطريق وبيننا ما بيننا من جنة موضوعة وكرامة مقطوعة، ولأنهم في الأصل قطاع الطريق استعبدونا في الجسور وأدبونا في المعابر، ثم لما جد صوت في ضمائرنا تشرب من لسان المنطقيين نطاق.
ولأنهم في الأصل قطاع الطريق وموطنا في الأصل مهنتهم فقد رفعوا رفاعكم. قطعوا الطريق إليك عنك وها أنا والأهل والأصحاب في شاشاتنا نبكي وننسى ثم نبكي ثم نشرب ثم ننسى أنه شق المدى. ماذا تريدينني؟ لا أستطيع. أنا خلاف ظني حولي لم أعد وطنا. ماذا تريدينني؟ لا أستطيع. أنا خلاف ظنك حولي لم أعد وطنا. ما من عصافير في جوي تطير وما عندي على الأرض من رزق لها ولا نصبت نفسي على نفسي فلا أحد شعب الخيال إذا حركته سكن. في الذل أذكر أني لم تكن لغتي تسر قلبا ولا بالا ولا أذنا. ماذا تغير حتى صرت راغبة؟ ماذا تريدين من ضلع الذي وهنا؟ ماذا تريدين مني؟ لست واحدة ممن يصدقن أن الحب غيرنا. حدثت روحك عن عمري الذي كتبته لي وأنت تحوقين المدى كفى. ماذا تريدين مني؟ لست واحدة ممن يصدقن أن الحب غيرنا. حدثت روحك عن عمري الذي كتبته لي وأنت تحوكين المدى كفى. ولم أكن راضيا إذ كنت ساقطة وكيف أرضى إذا ما قلت لي حسنا. كأن لي عوجا ضيعت من عمري حتى يغض ولكن مل فالتزم. كنت تداعيا فيما كنت ثابتة ما لاح طيفك إلا خذته وثنى. لم يبق لي شيعة في الحرب، لم يبق لي شيعة في الحرب تنصرني ولست مضطرة أن تحقني دما. ماذا أريد أنا؟ لا شيء ينقصني. أمنيتي هي أن لا شيء ينقصنا. يا سلام. لسنا صغيرين قالت ليتنا قلت على الأقل لأني قد تمنيت. لسنا صغيرين قالت ليتنا قلت على الأقل لأني قد تمنيت. علاقتي بالتمني غير واضحة خلاف أمنيتي بالحب. صليت. أنا كذلك من قوم يشاغبهم معنى الطريق ولا يعنيهم البيت. أنا كذلك من قوم يشاغبهم معنى الطريق ولا يعنيهم البيت. وهكذا الشعراء القائلون بأن لا رأي للقبر فيما قد تمنيت. وأنت آمنت بي سويتني لغة مبناي كنت إذا يوما تداعيت. ماذا تغير؟ لا شيء تغير. يبقى الماء ماء ولو غواها بسيط. عفوت عنك وأقسى ما يضايقني أني توقعت لكن ما تبصرت. لسنا صغيرين لكن الذي وقع في رأسه الفأس قد يحلو له الموت. ماذا أقول إذن لو صار يعجبني عمري بدونك أو أني تخليت؟ لا قدر الله هذا الأذي إن فمي يستغفر الله إذ إني تماليت. إن صغيران ما زالت طفولتنا متاحة ما فاته الفوق. فلتقرأيني كما في أمسنا
وإذا تاه البيان بعيدا يبطئ الصوت. قصيدة أخيرة. لسنا صغيرين، هذا رأي الجاني، سامحته وأرى أن صغيران. لسنا صغيرين، هذا رأي الجاني، سامحته وأرى أن صغيران. ها نحن نجهل ما لا بد منه لنا ونفعل الشيء لكن دون إتقان. شرط الطفولة أن الطفل مؤتمن على الخيال وحر خلف قضبان، ما دام يمكن أن نبكي لنضحك هكذا بدون عناق نحن حران. يا ربة الشعر، يا أحلى قصائده ورحلة القلب حتى بيته الثاني، ما المانع اليوم؟ ما من مانع أبدا إن ابتدينا وإن تهنا أسيان. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ عظيم. الشاعر الرابع لهذه الأمسية يقول في إحدى قصائده: يلقي القصيدة وهي من أولاده ويريقها زهدا لأجل بلاده، جدرانه سوداء مثل خياله، قلق لأن الفقد من رواده، في مرة كنا وكانت ضحكة سمراء تسرد قصتي ميلاده، أولى بلا أم ولا مشفى ولا مأوى، ويولد في يد استشهاده، أخرى لربي الحقد منذ بكائه ويثور متكئا على أحقاده. شاعر يجيد عرض أفكاره بفلسفة العارف، صادق في إحساسه، مريح في طرحه، يسرقك منك ليعطيك حلاوة الختام. قاسم درار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الشكر المفروض بدأت حفل بهذه الكلمة، والآن أبدأ وأنا أمام من يستحقون هذه الكلمة. شكرا لكم جميعا، وأخص على رأس الذكر أكيد دائرة المكتبات الوطنية، وطبعا البيت العربي للثقافة والفنون برأسيه أو جناحيه الأستاذ صالح الجعفر والأستاذ نعمة تقوى، وأشكر كل من حضر ليؤازر هذا المجلس العظيم الذي يضم الشعراء على عظامه بالتأكيد نحن، وأشكر الصديقات والأصدقاء الذين جاءوا على محمل الفن من أيضا أرضنا لمة الفن وعرابته فداء محمد، وأخيرا وختاما من مصر أشكر الأستاذ قمر النابلسي على هذه الاستضافة الجميلة، ومن هنا إلى حيز الشاب الذي أرجو استماعه إليه. القصيدة الأولى مهداة للشاعر محمد كنعان. يلقي القصيدة وهي من أولاده ويريقها زهدا لأجل بلاده، جدرانه سوداء مثل خياله، قلق لأن الفقد من رواده. في ليلة كنا وكانت ضحكة سمراء تسرد قصتي ميلاده، أولى بلا أم ولا منفى ولا مشفى ويولد في يد استشهاده، أخرى يربي الحقد منذ بكائه ويثور متكئا على أحقاده، الموت توأمه الذي أهدى له العاده وثيابه مع زاده ومشى، وأتعبه البقاء مكتفا ومشاكله لله،
فوق عباده. الله عليك. لم يبكي واختار الرصاص بلا هدى واختار ان يلد الهدى بزنابه. اولى وصاياه التي اوصى بها ان اطعم الجوعان من اكباده الا ينام الخوف بين صغاره الا يموت السيف من اغنائه. القى الدموع وكان قبلك شاعرا والذكريات الحمر ملء فؤاده الخمر الدخان وجه حبيبه والان وحدك في جراح مداده هم قيدوا عينيه واختلسوا يديه واغلقوا التاريخ بعد حداده تركوه اسود ناصعا وتجهموا. هل خلت اسود ناصعا كسواده خشبه؟ عشان الوزن والسكر لجمال المعمار. عجب التلويح. تمام. الأخرى ننتهي إلى الغزل. وهذه القصيدة إهداء إلى غدق ابنة الغيمة فداء أبو حماد. لأن اسمها أجمل اسم سمعته في تاريخ. وهذا ما أتمم عليه. وأظن أنك ستسمعين ذلك، وأنا فخور بك وبإنجليزيتك الرائعة وبكونك أيضا طفلة ذكية وبكونك أيضا مثقفة وتقرأين دائما. شكرا لك. إلى أني أقول هذه سماؤك تشعل الورقة والغيم كذاب وإن صدق. هذه سماؤك تشعل الورق والغيم كذاب إذا نطق. كنا على ثقة بهدر الدمع إن صحت بصيرتنا فلن نتيق. كنا رماديين يحرق قلبنا شمع وينسى أننا احترق. عود الثقاب مجرم والشوق طبعا مجرم والهجر إن صدق ما نحن أهل للبكاء. لكنه مطر أحب الأرض فاعتناق. غرسوا لآلئهم على سقف الحنين فساقطت شهبا وبي رفقا نقشوا على الأبواب خطو رحيلهم لم أنتبه لكنه طاق. كم قلت لا يقتل الإنسان من يهوى وكان الحب مرتزقا ومحدقا في الريح. يا وين المرض؟ غير بس. وقت بدا ضايع. كم قلت لا يقتل الإنسان من يهوى وكان الحب مرتزقا ومحدقا في الريح يعزف صدري المثقوب لحن الهجر والقلق. أرمي على حل الجبال لأنه لا يألم المهزوم إن سحق. أمشي على رمش الحكاية كلما ادعثرت مدت عينها حدقة هي صفحة بيضاء تكتب قلبه لكنها عذراء خفقة. يا ليل قافلة الغياب طويلة جدا فكن في حملنا لبقى. كنا شتائيين ومثلنا السكون وقهوة البسطاء والزقطاء. قد لا نحب الغيم إلا أننا متوائمون ونعشق الغضب. قصيدة أخرى إهداء إلى الصديقة الظريفة منى بدر وتحية لك. قلت نعم لي فم لا
لكن نسيت التكلم. وبي وجع يحتاج أن أتألم. نعم لي فم لكن نسيت التكلم. وبي وجع يحتاج أن أتألم. وبي منك سرد يستثير تقلبي. وبي قلق خال الحكاية سلما. ولقلبي المنشق يرجع مرهقا يغني على ليلاه سقفا وأنجم على هامش في الحب يعبق سكرا روايتنا تجني السراب المحطم. تفقهت في كسر الفراغ لأنني تلاشيت من نفسي لتملأني اللمى أعد حبيبات اللواتي رمين بي لحزني وما أنصت كي أتعلم أعود إلى ذنبي أعلمه البكاء ولي توبة عذراء تبكي لي أثما. ومن خدعة الأوراق أعبر شاعرا ويكفي حروف الأمس أن تتلعثم جوار صدى للعاشقين بنيته على صدر أيامي جدارا مهدما. لماذا إذا حاولت في أثر الصدى يزيد صراخ الذكريات تهجما. وإن رحت للنسيان عدت حقيبة أسافر بين الحزن والحزن مرغما. فلا حول للأيام إلا مضيها ولا حول لي إلا سترجع مرغما. فلا حول للأيام إلا مضيها ولا حول لي إلا سترجع ربما. إذا مضى في التابوت قلب مخيم أشير لعل المعش رد وسلم. وعندك ما يخفيه تحت شقوبه ولم يستطع بوحا. وجاءك معدنا يريد من الدنيا جناح فراشة ويرجو من النساء أن يرث معنا. أحكموا كذبوا عليه وذهب إليه ولم يروا دمه على الأزهار. قال الزهر كيف تماذى سرق ابتسامة أمه فتوجست وبكت من القهر العظيم مدادا ما أذنت بالليل. أي سحابة النكدة التي مرت عليه سوابا أخذوه من حضن الزنادق أخضرا ألقوه في قاع البهيم. رمادا سألوه ما أشقاك قال الله لما اشتاق أن أتهالى وثنى على جرح وقبل أمه في الرقيات وقيدوه وعاد. شكرا استاذ قاسم طه. انا بدي ارحب ايضا ترحيب خاص وحيد اللي بضلت معك استاذ فداء ابو حماد. استاذ فداء حماد انا سالتيك فنانه القديره والمخرجه المسرحيه القديره وصاحبه الفن والفن. انا ارحب بالشعر الدكتوره ايمان عبد الهادي شعرتنا القديره. المدرسة الخامسة في هذه الأمسية إذا لاحظتم كل منهم مدرسة. الشاعر الخامس والمدرسة الخامسة يقول في قصيدة له: صغيراً في نهاياتي أغني وأرجع صوتي المسلوباً مني وراء النخل أقطف كل شعر غزاه اللحن كي يرضى المغني. سأرفع مستقيلا كأس كهلي وأخلع ثوب من صوم الثمن وأبكي شاعرا بالهال يرفع وأطحن للنساء نساء بني لأني فحمة في كف نار أزخرف من سواد النار لوني وأعبر حزن قافيتي لجوءا لأكتب شعري المخلوع عني. شاعر ضحاك يقلب أمواج الشعر فيقودها إلى شواطئ المعاني المرسلة يجود عليها بالعطاء مدا ويعانق
نسائم الريح حبا في سخاء. محمد كنعان. وضعوا على فمه السلاسل، ربطوا يديه بصرخة الموتى وقالوا أنت قاتل. أخذوا طعامه والملابس والبيارق ورموه في زنزانة الموتى وقالوا أنت سارق. طردوه من كل المرافئ، أخذوا حبيبته الصغيرة ثم قالوا أنت لاجئ. يا دامي العينين والكفين، إن الليل زائل، لا غرفة التوقيف باقية ولا زرد السلاسل. نيرون مات ولم تمت روما بعينيها تقاتل، وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل. بداية السلام عليكم وعلى الشهداء والأسرى والوطن الجريح، والسلام على أردننا الكبير الكثير بأهله وأبنائه وقائده الكبير. سأبدأ طبعا مع الشكر الذي تقدم به أصدقائي كل من الدارة والأستاذ قمر والمنتدى ولكم أيها الجمهور الكبير. سأبدأ بقصيدة أهديها للصديق الجميل عبد الرحيم كافي. أقول: خلعت تجاعيد الحياة قناعه، فبدا وحيدا يشتهي أوجاعه. خلعت تجاعيد الحياة قناعه، فبدا سعيدا يشتهي أوجاعه. ومشى وحيدا في غياه بسجنه، واحتاج أن يلد الحنين صراعه. عيناه صمت، عيناه صمت طاعن بالصمت، والقيد الكبير السن هد ذراعه. هو وحده لغة تمازج عقمها بالخوف حتى استعذبت إخضاعه، لكنه صلب المشاعر قاصدا وشكى لجب المتعبين ضباعه. جدرانه العذراء قصة شاعر، ترك القصيدة ترتدي أطباعه، ورمى تخاريف الجدار وراءه، ورمى لهالات العيون ضياعه. قضم المسافة بين أمنيتين حتى لم يجد في حلمه إمتاعه، وبكى كثيرا، غير أن صديقه في الدرب شاء من الذرى إشباعه. لم يكترث للحزن، كان الحزن في جسدي يمد إلى يدي ذراعه، وأنا هناك كأي أغنية أود سماعها، أيضا أود سماعه. متشابهان وليلنا أقلوبة، متعاهدان ونشتهي إسراعه. من فرط ما جلس اللقاء على فمي، أفرغت في وجه الجميع صداعه. هو وحده كتب الغياب محدقا بالأمس، إن ظن الغياب خداعه. سأقرأ غزل لأنه يلا كل
طيب عشان ماشي صقر وما لا طاقة لي فيه ولا جمال. صحيح؟ نعم. أقول الآن الآن تقتبس الرؤى شيطانها ليقول للتأويل أن يتعفف، ليقول للوجه الملطخ بالكمنجات العتيقة حسننا لن يعرف، ليحرض الماء المنمش في فمي أن يشتهي عنقا لينقش مصحفا. الآن تقتبس الرؤى شيطانها ليقول للتأويل أن يتعفف، ليقول للوجه الملطخ بالكمنجات العتيقة حزننا لن يعرف. ملك أتى يشكو مدام رحيقه في ثغرها، والثغر عاك تكلفا، وأنا إمام خطيئتي تدنو فأعلو نحو وجنتها لأغزل معطفا، لأكون آخر مرتش ينسى التمائم في مجاز الشعر مشطا مترفا. عينان من صدف المهارة تحتسي روحا من النهوند حتى تعزفا، والخصر قدم للشقاء رجوعه متأملا كفي أن تتطرفا، والضلع أجل في صدى معنى كلامي كلما جاء العناق ليقطفا. صليت فوق عراكها متسكعا كالذنب في صدر الخطيئة إذ غفا، وتبعت خصوة ظلها في غيظه كالبحر يتبعه النبي مجدفا. لم أنس في سفر الشباه محرما كنت النبوة دون أن أتصور. صليت فوق عراكها متسكعا كالذنب في صدر الخطيئة إذ غفا، وتبعت خصوة ظله في غيظها. عاد يشرح وتبعت خصوة ظلها في غيظه كالبحر يلحقه النبي مجدفا. لم أنس في سفر الشفاه محرما كنت النبوة دون أن أتصوفا. قامرت في جب اللنوتة نسوة فربحت وجهي وانتنيت تعقبا. قالت قامرت في جب الأنوثة نسوة وربحت وجهي وانحنيت تعففا. قالت أمط عنك النساء وضمني أمر الزمان بأن أكونك يوسف. كقصيدة في النرد لي سبع احتمالات، سأشرب حظها منها كفا، سأعود في هيئات قيس كلها حبا وحربا أو بكاء فيه كفى. عل البكاء إذا رمى صلواته أمسى وهو العاشقين وعنصى. خذ 10 دقائق من عبد العزيز. كل شيء يردك الآن ريحا، والقميص الأنثى يحاول ردك. قاب قوسين والنبوءة صمت، وقعت من صدى صراخك ضدك. صوتك الناي المستعار عجوز دربته النساء ليتقن صدك. خذ بقاياك من ملامح طفل، واترك الحزن الأم يحتوي مهدك. الشعوب التي بكتك كثيرا تذرف الطين كي يزاحم فردك. يا رخامي الجلد قلبك هشا حخر الحزن كي يبدل جلدك. شكرا. شكرا أستاذ محمد التمعان. طبعا الشعر الأخير عندكم لكن نصيب تقديم الشعر اللي بيد السكين طاقول. يقول في إحدى قصائده: إن كان شعرا فيك تكتب روحه
وهوى اللسان إلى هواك فصيحه ودمي حرام كيف تسكبه الأمى ولك الحرام ولو أناي تبيحه ما الشعر إلا دمع عين حيتي وعلى الكلام براحتين أريحه. الله عادل تأتيه الكلمات تركض حتى يحجزها فتربض فيختار منها ما يشاء ومن الشعر يسرد. هل وقفتم ذات يوم أمام شخص تحاولون فهمه وكلما اقتربتم منه أكثر ازددتم فيه حيرة؟ هل التقيتم يوما طفلا قرأ ما يزيد عن 8000 كتاب وهو في الصف العاشر؟ إنه عادل الترتيب. خلاص معانا نفس المدرسة كان سارق كل الكتب. عادل البطل. أنا أنت من أنت؟ كلما أحسست بامرأة تمر على الطريق فرشت تحت لحائها لغتي ليكتب. كلما انفتحت نوافذ بيت جارتنا الجميلة كنت أكتب. كلما ابتسمت فتاة وهي تضبط حسنها المعوج في المرآة أكتب. كلما نبتت ضفائرها على خدي كنت أكتب. مساء الخير. إلى أصدقائي، يا صاحبي شوق الحروف إلى لقائك صاغ من لغتي دمي. أنا ما ارتقيت إلى سمائك إنما بالحب نحوك أرتدي. من خاطري صرت الطريق إليك أتخذ القصيدة سلمي لا تنزأ الكلمات من جسد الحنين وإنما تلتف روحي في ردائك من فمي. يا سلام. دول عيروني وقالوا لي يسمر اللون يا للي. صحيح أنا أسمر وكل البيض يحبوني. يا للي. لا ما زبط. ما زبط. كل ما تكتب تجد الصوت. هاي دعوات. دعوات البيت. ودول عيروني وقالوا لي اسمر اللون. يا للي صحيح أنا أسمر وكل البيض يحبوني. يا للي عرفت من النساء العشر والعشرين والأكثر. أفتش عنك يا نوراي أنا مجنونك الأكبر. أنا المقتول من شغفي وأنت القاتل الأسمر. سمارك سر هذا الشعر لغز وجوده الأزلي بلون سمارك الخلاب. أكتب شعري الغزلي كأنك في مدار الشعر محور دارة العلل. أيا سمراء تصبغ جسمها بالتان سيبقى الجسم نفس الجسم لكن تعكس الألوان كصوفي يصلي الفجر وقبلته بلا عنوان. لأنك أكمل الفتيات في لأنك أجمل صوتك حلو. لأنك أجمل الفتيات الأول. عرفت من النساء العشر والعشرين والأكثر. أفتش عنك يا نوراي أنا مجنونك الأكبر. أنا المقتول من شغفي وأنت القاتل الأسمر. سمارك سر هذا الشعر لغز وجوده الأزلي بلون سمارك الخلاب. أكتب شعري الغزلي كأنك في مدار الشعر محور دارة العلل. أيا سمراء
تصبغ جسمها بالتام. سيبقى الجسم نفس الجسم، لكن تعكس الألوان كصوفي يصلي الفجر وقبلته بلا عنوان. لأنك أجمل الفتيات أعظم دمعة في العين، لأنك حين تبتسمين تثور الحرب في بلدين. لأجلك كنت شيعيا وإسلاما أنادي أحمدا وحسين، أطوف الكعبة في الحجاج ولا حجاج في الكعبة. وجئتك باحثا عني نبيا ذاكرا ربه، تعالي الآن واشتعلي أضيئي حولها دربة. جمالك متعب جدا، أحب جمالك الهادئ، ولي فيك كمال الشاي في النعناع. يا نعناعي الدافئ، جلسنا في انتظار الحب عند المقعد الخاطئ. تعالي الآن لا تخفي، مراهقة هي الكلمات، هي الأشعار نفس الشكل، لكن تخطئ المرآة. نموت لأجل هذا الحب، لم نحظى بطوق نجاة، وتعزف صوتها النايات حين تقول يا عادل، وتعرف أننا قلبين نحيي شعرنا القائل. أنا مقتول هذا الحب، فكن من أجلي القاتل. الله، برافو يا عادل. مضى عام ونصف العام، وهذا الحب يبدأنا ولم نبدأ. لنا قلب يشاطرنا رغيف الحب والمبدأ، لنا روحان تختصمان في جسدين، ولي قلب من الأشواق لن يقرأ. مضى عام ونصف العام، لا مسج ولا هاتف، ولم تشهد ليالي الحب إلا دمعي النازف. أبيت الليل مكتئبا وقلبي بالهوى تالف. مضى عام ونصف العام، قد أودى بي الحب، وكانت بين قلبينا سجالا هذه الحرب. أعاندها وتنكرني، يروق لعندها العتب. إلى نورا أبدأ باسمك الأبيات، أجمل فتحة لكتاب، كنقاش يصوغ اللون للأخشاب والأبواب، كمعتكف بعتم الليل ينادي ربه الوهاب. أبدأ باسمك الضوئي يا رقادة الأحرف، ستذكرني دموع العين حين تبلل المصحف. أحبك لوحة رسمت تزين ذلك المتحف. لا تجرحي صمتي العالي ولا لغتي، فالريح تنعس كالسكين في شفتي. إني ارتديت دمي عشبا وأسئلة، والناس تحبو عرايا فوق ذاكرتي. لا تجرحي صمتي العالي ولا لغتي، الريح تنعس كالسكين في شفتي. إني ارتديت دمي عشبا وأسئلة، والناس تحبو عرايا فوق ذاكرتي. ولم أرمم خلاياي التي افترأت لكي أصالح في حلمين معجزتي. أمر كالروح في روح السماء، ولا وهذه الريح في صحراء جمجمتي. وشكرا. شكرا جزيلا سر عادل الكيل. ختاما لا تعليق، فبعد الشعر نحتاج الى وقت كي نسترد له، لاننا ابحرنا في عالم المجنون، ولكي نصحو علينا أن نأخذ استراحة قبل أن نعيد ترتيب أفكارنا. شكرا لكم.
أيها الشعراء، فقد سمونا مع قصائدكم وعجزت الجاذبية أن تبعدنا عن هذا الجمال. شكراً للمكتبة الوطنية، شكراً للمكتبة البيت العربي الثقافي، شكراً للمهندس القمر النافسي رعاية هذا الحفل، شكراً لكم فرداً فرداً. والآن ندعو الأستاذ صالح الجعافر قبل ما أترك شبابنا، بس نرجع الكراسي ثلاثة هون وثلاثة هون لو سمحتوا، ونطلع الأستاذ صالح أستاذ القمر على المنصة للتكريم. أستاذ عليان عدوان أرجو أن ترافقنا هنا هنا. في درع مقدم الآن للبداية من الأستاذ صالح الجعافر يسلم إلى رعاية الحفل المهندسة قمر النابلسي. شكرا مهندس القمر على رعايتك هذه المناسبة، وإن شاء الله سيكون في أمسية أخرى. شكرا جزيلا. ولا تسمحون نكرم الأستاذ القمر وصحبة الأستاذ صالح والأستاذ عليان تكريم الشعراء المشاركين، ونبدأ بالشاعر محمود أبو عاشور. استاذ محمود والله لجنه الشعر استاذ شريف الحضاره استاذ شفيق تفضل.